هذا هو باليت جلاتزي 4:1، في إضاءة، في جلاتري ومات، في بليشر وفي كونتور. بنات وايد مناسب حق السفر، تقدرين تاخذينه معاك بأي وقت. إذا مثلا مستعيلة رايحة حق الدوام وما داش تحطين فول ميك اب، تقدرين تستعملينه بالدوام. 4 خطوات أساسيين في باليت واحد، وموفر عليك فلوس وموفر عليك المكان بالجنطة. هذه الدرجات تشوفوها، طبعا هذه الجلاتر يصير شادو يصير هايلايت، وهذا الكونتورين درجتين، البلاشر شوفوا الدرجات شحناتها، تصير البنانة، وصير هني حق الأماكن الغامجة بالوي. 4:1 باليت فور إيفر، عجيب عجيب عجيب، حتى ألوانه خيال، شفتوها بالفيديوهات. اللي حبيته في هذا البلد إنه يشمل كل شيء، شوفوا الدرجات، حطيت درجة واحدة من الجلتر، خيال الألوان تينن لعدة استخدام. هذا الرمادي الكونتور اللي ينحت، وهذا البني المعتاد. درجات الجلتر 3 قلت لكم، تقدرون تستخدمونها عند مدمع العين، على الجفن المتحرك، تحت الحاجب، على الوجنات، على الحنش اللي هو الذقن، هني تحت العين تقدرون تحطون الأبيض أو البنانة اللي هو الأصفر. وهذا البلاشر 4:1، عجيب وخفيف بالجنطة، يعني توفرون عليكم وتحطون مثلا فونديشن ماسكرا إذا تبون عدسات مع هذا البلد وبس.